تابعنا مشاهدينا الكرام وقائع المؤتمر الصحفي لفعاليات الاجتماع الأسبوعي للدكتور مصطفى مدبولي، حيث بدأ رئيس مجلس الوزراء اجتماعه الأسبوعي، وتم هذا الاجتماع برئاسة رئيس مجلس الوزراء، حيث أكد على أن هذا الاجتماع يأتي عقب انتهاء فعاليات المؤتمر الاقتصادي مصر 2022. وقد وجه الشكر إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي للحرص على التواجد في يومي الافتتاح وأيضا الختام، الأمر الذي شكل دعما ملموسا ساهم في نجاح هذا المؤتمر. ولفت مدبولي إلى أن جلسات المؤتمر الاقتصادي ومناقشاته الجادة أسفرت عن التوصل لتوصيات مهمة، مؤكدا أنه سيتم العمل على الفور لتنفيذ توجيهات السيد الرئيس بالالتزام بتنفيذ هذه التوصيات، وأن يكون هناك مجلس أمناء يتابع تنفيذ هذه التوصيات لترجمتها سريعا إلى سياسات وخطط تنفيذية تضمن مستقبلا أكثر تنافسية للاقتصاد المصري. وفي سياق آخر، أعرب رئيس مجلس الوزراء عن سعادته بمشاركته في احتفالية اليوبيل الذهبي للعلاقات المصرية الإماراتية 50 عاما على هذه العلاقات. للمزيد من المتابعة حول وقائع الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء ينضم إلينا عبر الهاتف الدكتور وليد جبلة الخبير الاقتصادي. دكتور وليد، بعد التحية، قراءتك لكل ما ورد في المؤتمر الأسبوعي والاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء وأهم ما ورد فيه. أهلا وسهلا بحضرتك وكل السادة المشاهدين، وبالتأكيد أخبار مفرحة للجميع وأخبار مفرحة لجميع المواطنين بناء على نتائج هذا الاجتماع. مبدئيا من الناحية الاقتصادية، فإن سرعة رد الفعل وسرعة الاستجابة إلى توصيات المؤتمر الاقتصادي شيء مفرح جدا، ومهم أن تكون البداية الاقتصادية من المواطن، فالمواطن هو الترس الأساسي في صناعة التنمية وفي صناعة النشاط الاقتصادي، وهو الأمر الذي يؤدي أيضا أو نتوقع معه أيضا قرارات متسارعة بشأن المستثمرين في مجال المواطنين. حزمة مهمة جدا تلقى رضا، يعني أتصورها أنها ستلقى رضا شديد من المواطن. 67 مليار جنيه تستوعبها الاحتياطات من الموازنة، وده رقم كبير، إلا أن الدولة بتستوعبه بتقدم من خلاله حزمة متنوعة من الحماية الاجتماعية. لما بنقول ان الحد الأدنى للأجور يرتفع من 2700 ل 3000، ده رقم جيد جدا. اللي عايز أأكد عليه هي ان اذا كان هناك علاوة استثنائية للموظفين ولأصحاب المعاشات 300 جنيه، فهذه العلاوة إن كانوا سيستفيدوا منها بصورة مباشرة فإنها ستنعكس بالإيجاب أيضا على غير الموظفين وغير أصحاب المعاشات. لا، لأن عندما تزداد القوى الشرائية لشريحة الموظفين وأصحاب المعاشات فإنهم سيتمكنوا من الشراء من السوق، فستنعكس بالرواج على التجار وعلى الصناع ومقدمي الخدمات، لأنها قوى شرائية ستحال إليهم، فضلا عن أن رفع الإعفاء الضريبي هو رفع شامل سيستفيد به الموظفين وسيستفيد به أيضا أصحاب الأعمال من التجار وأصحاب المهن الحرة والمنشآت الصناعية وغيرها. أتحدث أيضا عن استمرار أسعار الكهرباء بهذه المستويات حتى 30/6، وهو الأمر الذي سيدعم الحفاظ على استقرار تقديم الخدمات التي تقدم في كافة المنشآت. فالقضية ليست فقط أسعار الكهرباء في المنازل، ولكنها أيضا أسعار الكهرباء في المنشآت التي تقدم سلع وخدمات للمواطنين. بالتالي استمرار هذه الأسعار ستساعد على ضبط الأسعار. الدعم التمويني شيء مهم جدا، واستمراره بيحافظ على المقررات التموينية اللي بتدعم الجانب كبير من المواطنين في مصر. الواقع أن هذه الحزمة حزمة جيدة على المستوى الإجمالي بقيمة 67 مليار جنيه، وهي أيضا في تنوعها تجعلها شاملة لكافة المواطنين،
لا تقتصر على شريحة واحدة، فهي عندما تتحدث عن الحد الأدنى للأجور فهي تنصب على الشريحة الأولى بالرعاية، وكذلك المقررات التموينية، بينما أيضا العلاوة الاستثنائية هي تشمل الطبقة المتوسطة، بينما أسعار الكهرباء وحد الإعفاء بيشمل جميع المواطنين. بالتالي فتنوع هذه الحزمة هو تنوع يجعل من الحزمة الاجتماعية تحقق مزايا تصل إلى جميع المواطنين في مصر. أشكرك جزيل الشكر دكتور وليد جاب الله الخبير الاقتصادي، كنت معنا عبر الهاتف، شكرا جزيلا على هذه المشاركة.